أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. النهاردة فقرتنا بتهم بنات وسيدات وكمان رجال، هنتكلم فيها عن البشرة، عن المراية بتاعة الداخل والخارج. مهم جدا ان احنا طبعا نهتم بكل التفاصيل الخاصة ببشرتنا كمان جسمنا. النهاردة هنكون مع حضراتكم في تفاصيل كتير تعرف فيها ازاي تحافظ على شكلك وعلى منظومتك الصحية. بقى خلينا نقول ان الجسم طبعا محتاج كثير من الفيتامينز، محتاج اهتمام كبير جدا، محتاج دايما يبقى عندك حيوية وتجدد الشباب كده والحيوية زي ما بيقولوا حتى لو في سن كبير. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في تفاصيل كتير عن البشرة وعن الاهتمام الخارجي، زائد اللي مهم جدا دايما بنأكد عليه الاهتمام الداخلي والمنظومة الصحية اللي هي الأكل الكويس، المية طبعا بشكل كافي، والرياضة. دكتور حبيبة ناجي، عضو الفريق الاستشاري لشركة وان بيوتي، أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورانا. مهم قوي بنقول كده يا دكتور، عشان نحافظ على الجمال الخارجي لازم نبدأ من الداخل، ومنظومتنا الصحية لازم تبقى متكاملة علشان نقدر ان احنا نساعد بيها. فكرة الكريمات او الاهتمام بالبشرة هي مساعدة لمنظومتك الصحية. طبعا. يعمل ايه الشخص عشان يحافظ على شكله على قد ما يقدر، عشان دايما يحس نفسه ان بشرته حلوة، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش شوائب، كلام بقى الجميل بتاع التجميل ده؟ بصي، غير ان احنا دايما لازم ان احنا نهتم ببشرتنا، ان احنا نشرب ميه كويس قوي، ننام كويس قوي، لازم نهتم بمستحضرات التجميل اللي بنستخدمها، ما نحطش اي حاجه على وشنا. مش معنى ان في منتج مكتوب عليه ان هو ينفع لبشره معينه فهو ينفع لبشرتنا. نهتم بكل الحاجات، المستحضرات اللي ينفع نحطها للبشره من اول ما نبدا نصحى من النوم لحد ما نرجع ننام بالليل. مش معنى ان انا عندي كريم مرطب في البيت يبقى انا كده معناه ان انا مهتمه ببشرتي، بعمل روتيني اليومي، لا. في حاجات كتير قوي لازم نستعملها، سان بلوك، غسول، سيروم، سكراب، الحاجات دي كلها مهمه ان احنا نستخدمها في بشرتنا عشان تحافظ على المرونه وتحافظ على النضاره وتحافظ على بشرتنا شكلها فيفيد وحيوي كده معانا. كويس قوي. زي ما بيقولوا كده لازم نعمل توازن بين كل حاجه في حياتنا، ومن اهم حاجات اللي نعمل بيها التوازن دي كمان ان احنا نحافظ على نضاره البشره، على شكل البشره، على شحوب البشره. اكلنا جزء مهم جدا من شكلنا ومرايه وشنا. ازاي بقى اعمل ده؟ ازاي يبقى عندي جزء من روتين يومي زي بالظبط الاكل والشرب وكل حاجه برضو يبقى الجزء ده اهتمام؟ بصي، انا جايه النهارده اتكلم معاكي عن كورس بينكي. الكورس ده بيشمل 5 منتجات، الخمسة كلهم لازم 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 أي بنت أو حتى أي شخص مننا، حتى البنات والرجالة وكلنا، يستخدمه بشكل يومي في يومه. الكورس ده فيه سكراب، فيه غسول، فيه كريم للتفتيح، فيه سيرم، وفيه صابونة. الصابونة دي هدية، هرجع أتكلم عنها في الآخر. كويس. بس خلوني أتكلم معاكي يعني عن الكورس ده ومميزاته إيه. أول حاجة، الكورس عليه 40% خصم، عليه التوصيل بتاعه مجانا. كويس. وكمان المتابعه مجانا. هيل. تمام. فده عشان نوفر المحافظات كتير وعشان نقدر نوصل لناس اسرع ونبين للناس قد ايه الكورس ده مميز ومفيد. حلو قوي. خليني اتكلم معاكي عن كل الكورس من اوله خالص. عندنا الكريم بتاع بينكي، كريم التفتيح، ده كريم تفتيح للمناطق الدكنه، المناطق الحساسه في جسمنا، المناطق اللي احنا ما بنهتمش بيها دايما بنركنها. احنا دايما عندنا وشنا ده اهم حاجه، الكوع، ركبتين، الحاجات دي. الكريم ده متكون من خلاصه التوت، متكون من مستخلص العرق سوس. الحاجتين دول فيهم مضادات اكسده بتساعد البشره ان هي دايما دايما تحفز المرونه بتاعتها، التغذيه بتاعتها تبقى سليمه، تبقى مترطبه دايما. وخليني ارجع لك على كلمه اكسده. يعني ايه كلمه اكسده؟ كويس. احنا في الجو الفظيع اللي احنا فيه ده دايما بشرتنا بتتعرض لاشعه شمس، بتتعرض لشوائب، لاتربه، لحاجات، عوامل خارجيه من بره بتخلي البشره شكلها شاحب، شكلها فيها بقع سوداء، فيها اسمرار. فالحاجات دايما، المستحضرات اللي بتبقى من ضمنها مضادات اكسده، بتعمل بلوك او بتعمل ريزيستنس، بتقاوم العوامل الخارجيه دي، فبتحافظ على بشرتي انها شكلها تبقى نضر وشكلها بلوي طبعا. فده بالنسبه لكريم التفتيح، غير ان هو مليان فيتامينز، في فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي، ودول بيساعدوا على تفتيح البشره والتقشير. فبجد الكريم ده تحفه.
كويس جدا. مهم بقى نتكلم يا دكتور عن الخطوات اللي احنا لازم نعملها قبل وضع الكريم على البشره. يعني الكريم ده بيبقى قبله حاجات كتير قوي، لازم انضف، لازم اهتم كل التفاصيل دي عشان بعد كده احط بقى التبييض والتفتيح والحاجات الجميله دي. طبعا بصي، الكورس غير انه فيه الكريم عندنا الغسول كمان، عندنا صابونه، عندنا سكراب، وعندنا سيرم. طب ايه اول لما اصحى النوم احطه على وشي؟ الغسول. الغسول غير ان هو فيه برضو خلاصه التوت والعرق سوس، فيه كمان زيوت طبيعيه زي زيت المشمش وزيت الروزماري. الزيوت دي بتساعد على تحفيز الكولاجين، بتساعد على ازاله حب الشباب والشوائب او السكارز اللي هي الاثار الحبوب اللي كانت موجوده عندنا، النتوءات، الحاجات اللي بتبقى مضايقانا دايما في بشرتنا. حلو قوي. فمهم جدا الغسول ده نستخدمه اول ما نصحى من نوم الصبح، تمام. وبعديه يليه السيرم. سيرم بينكي من مميزاته انه فيه 10% من فيتامين سي، ده ان هو معناه انه بيدي نضاره كويسه جدا وبيفتح كويس جدا، غير انه فيه كمان هيالورونيك اسيد. وطبعا يعني احنا في غنى عن الهيالورونيك اسيد، ده معروف حاجه بشرتنا بتنتجها بس بتحتاج انها تاخدها من عامل خارجي. بقى مشهور قوي فكره الهيالورونيك اسيد والفيتامين سي، بقى دلوقتي الموضوع يعني بقى كل حاجه لوحدها. يعني تلاقي ده مليون جنيه فيتامين سي قد كده وهيالورونيك اسيد قد كده. حقيقي. لا، الاثنين موجودين جوه السيرم ده وكمان معاهم كولاجين علشان يمد بشرتنا، بيعزز الدوره الدمويه فيشد التجاعيد والخطوط الرفيعه ويدي شكل نضاره. فاحنا اتفقنا الصبح هنغسل بشرتنا بالغسول، وبعدين نحط السيرم، تمام. وبعدين ممكن نحط الكريم بشكل منتظم على كل مناطق الجسم، مش بس شرط وشنا، اي منطقه غامقه في الجسم كريم بينكي للتفتيح هيساعد على تفتيحها، بس اهم حاجه يبقى فيه استمراريه. اتكلمنا عن الكريم، اتكلمنا عن الغسول وعن السيرم، اجيلك بقى في السكراب. حلو. السكراب ده بالنسبه لي انا هكلمك عن استعمالي الشخصي، تمام. انا دايما لما باجي اعمل سكراب بحط ميه، بجيب ميه سخنه بحطها في طبق غبيط، تمام، علشان تطلع لي البخار اللي فيها، وابدا احط وشي واعمل كفر كده على شعري عشان الستيم يطلع فيبدا يفتح لي المسام بتاعت السكراب ده بالنسبه لي انا هكلمك عن استعمالي الشخصي، تمام. انا دايما لما باجي اعمل سكراب بحط ميه، بجيب ميه سخنه بحطها في طبق غبيط، تمام، علشان تطلع لي البخار اللي فيها، وابدا احط وشي واعمل كفر كده على شعري عشان الستيم يطلع فيبدا يفتح لي المسام بتاعه البشره. حلو قوي. ليه؟ علشان استفيد اكتر حاجه من المكونات بتاعه السكراب. السكراب فيه ساليسيليك اسيد، ساليسيليك اسيد ده حمض مشهور جدا بان هو بيعمل على تقشير الخلايا الميته والجلد الميت، فبيمنع وجود النتوءات او الحبوب والبثور السوداء اللي بتضايقنا، حتى البثور البيضاء، المسام الواسعه، فبيمنع، بيسد المسام، بيخلي بشرتك شكلها زي البيبي فيس كده، وكمان فيه كولاجين وكمان فيه فيتامينز. فالسكراب طبعا حاجة مهمة من الكورس، وحاجة مهمة ان انت تستعمليها في الاسبوع من مرتين لثلاثة، مش بس، كمان على الوش، على الجسم كله. كويس جدا. دايما معروف كده عندنا بعض المفاهيم كده، اعمل سكراب ده وقت المناسبة، او يبقى عندي حاجة كده عايزه يبقى شكلي فيها حلو اروح عامله سكراب، وفعلا بيفرق معانا جدا. طبعا قبل الميك اب كمان استخدمه بقى مره ولا مرتين ولا ثلاثه؟ مرتين في الاسبوع. حلو قوي. مرتين في الاسبوع يعني عادي، امن، ما فيهوش مشاكل. لا لا خالص. هي احلى حاجه في الكورس ده ان هو كله من مواد طبيعيه، ما فيهوش اي كيميكلز مضره. كويس. خالص، كله من مستخلصات الطبيعه، اعشاب طبيعيه، زيوت طبيعيه، فيتامينز، فكلها حاجات طبيعيه مش تاذي البشره. عليه عرض حلو جدا، 40% ديسكاونت، وكمان توصيل مجانا ومتابعه مجانا. كويس جدا. في بقى هديه مع الموضوع انا. الصابونه. الصابونه بقى دي بجد اختراع، يعني كورس بينكي كله هو هو اربع منتجات وصابونه عليهم، وصابونه هديه جفت. الصابونه في منها 8 انواع. ليه 8 انواع؟ لان مش كل البشره ينفع معاها صابونه واحده. طبعا. عملنا للبشره الحساسه العسل والشوفان، عملنا التوت والعرق سوس للبشره الجافه، عملنا للبشره الدهنيه والمختلطه شجره الشاي والزعتر، ودي من احسن يعني من اكتر المبيعات عليها، لانها بتساعد على ازاله حب الشباب والاثار الموجوده بسبب زيت شجره الشاي. حلوه قوي. وكمان عملنا صابونه بزيت الهيمالايا وبالفحم عشان التفتيح. كويس جدا. الصابونه دي كمان من الاساسيات، المكونات بتاعتها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزبده الشيا، فبتعمل ترطيب فائق وترطيب عميق للوش، بتساعد على تحفيز الكولاجين، بتشد البشره جدا، وكمان ممكن تستخدميها كميك اب ريموفر، تشيلي تمسحي بيها الميك اب كده وانت بتغسلي وشك، هتشيل معاكي الميك اب بسهوله جدا، وتسيب لك وشك كمان مترطب.
كل نوع مع كل نوع مع نوع البشره بتاعته. وممكن عادي لو تم استخدام حاجه مثلا حد عايز يشد البشره زي ما بيقولوا كده. بالظبط بالظبط. ما هي النوع الصابونه الواحده تنفع لكذا نوع بشره بس على حسب استخدامها. يعني في حاجات تجديد خلايا ميته، في حاجات تفتيح، في حاجات تنظيف عميق. كويس جدا. عايزين ناكد ان التواصل موجود مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه، اتعرض عليكم. طبعا التواصل عن طريق البيج على الفيسبوك على شركه وان بيوتي، موجود البيج وممكن يتواصل فيها طبعا معاكم بكل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها. هي ظهرت تاني على الشاشه، وان بيوتي موجوده على الفيسبوك. فريق طبي بيتواصل معاكم علشان يعرف كل اسئلتكم، ايه كمان عايزينه. طبعا كورس بينكي هو كورس فيه يعني كريم وسكراب قلنا وغسول وكمان سيرم وصابونه. سيرم وصابونه ده ينفع لكل انواع البشره. مهم قوي ان احنا ناكد على ده. طبعا. مرخص من وزاره الصحه، ودي الحاجه الامنه اللي احنا دايما بناكد عليها. ما تجيبش حاجات مجهوله المصدر، لازم تبقى عارف مصدر الحاجات اللي بتجيبها. طبعا. ولازم تبقى طبعا مرخصه من وزاره الصحه لزياده الامان ليك. وانه طبعا كمان كورس بينكي ينفع لكل الاعمار، ما فيش مشكله خالص. بنتكلم من 15 16 ل 35 سنه، فيعني لو الشخص الصغير بدا عليه من اول ما ده السن اللي يبدا كده بالظبط. بعد كده طبعا في كولاجين وفي تحفيز طبعًا للبشره، في فيتامين سي، فطبعا المفتوح للعمر. كل حاجه انك تدي نضاره وبتهتم ببشرتك، ده جزء لا يتجزأ من شخصيتك ومن شكلك ومن نفسيتك. أكيد. كل التفاصيل معاني الجميلة دي. بنأكد كمان يا دكتور ان احنا بنوصل لكل مكان في كل مصر، كل المحافظات. تمام. وعاملين 40% خصم، وعاملين توصيل مجانا ومتابعة مجانا مع اي حد من الكول سنتر، هيرد عليك وهيتابع معاك. وكمان صفحتنا على الفيسبوك. حلو قوي. التعرض المباشر للشمس واللي بيعمل مناطق اسمرار كده في بعض اماكن في الوجه، خاصة زي ما احنا قلنا قبل كده في حلقات، المحجبات اللي بتعاني من فرق المناطق، اللي بتعاني اللون من فرق اللون بتاع الايد وهكذا، الكريم ممكن يجيب طبعًا تاثير معاه. طبعا جدا. الكريم فيه حاجات زي الساليسين. الساليسين ده حمض بيشتغل اصلا كمضاد اكسده، وبيعمل على التفتيح وتقشير الاماكن الغامقه. فهيساعدنا جدا، خصوصا كمان معاه العرق السوس زي ما قلت لك، الاحماض الموجوده فيه بتشتغل كمضادات اكسده. الحاجات دي هتعمل تفتيح كويس جدا، فهتنفع قوي مع المحجبات. طب والرجال بقى؟ طبعا احنا دلوقتي الرجاله بقت تهتم بوشها اكتر من البنات. دايما بيضايقهم عندنا مسام واسعه مع شكل الدقن، شكلها مش لطيف، في حبوب شباب مضايقانا، بشرتي دهنيه وبتلمع قوي. فالكورس كله هيفيد، مش بس الكريم. الكورس كله. وبرضه بيستخدموا بنفس الطريقه، الغسول بالكريم، بالكريم بالسيرم بالصابونه بكل حاجه. ممكن تحت الابط مثلا يا دكتور، لو قلنا من الاماكن الداكنه. طبعا تحت الابط، مناطق الحساسه، الركب، كل ده امان جدا. طيب هايل. يعني انا بشكرك جدا، نورتيني النهارده في طبيب البلد. اتكلمنا بالتفاصيل عن كورس بينكي، وباكد مع حضراتكم تاني التواصل موجود، الارقام على الشاشه، وكمان في تواصل على الواتساب بيجاوب على كل اسئلتكم الفريق الطبي لشركه وان بيوتي. بشكرك جدا يا دكتور. وبنبه تاني كمان على الصفحة موجودة دلوقتي وان بيوتي معانا، موجودة على الفيسبوك، وبرضو بيتواصل فيها معاكم الفريق الطبي لشركة وان بيوتي. شكرا جزيلا، نورتينا النهاردة في طبيب البلد، دكتور حبيبة ناجي عضو الفريق الاستشاري لشركة وان بيوتي.